بمناسبة اليوم العالمي للبيئة وتحت شعار تطوير أنظمة الضخ الشمسي وحماية الفرش المائية، انطلقت يوم أمس الخميس فعالية النسخة الثانية من فعاليات المعرض الدولي للضخ الشمسي بأولاد تيمة. المنظمون للمعرض أكدوا على أن هذه الدورة تعد مناسبة لتمكين الفلاحين من اكتشاف الوسائل الممكنة لاستعمال الطاقة الشمسية في ضخ مياه السقي إلى جانب المحافظة على البيئة. المعرض الدولي للضخ الشمسي في الدورة الثانية تحت شعار حماية الفرشات المائية وتطوير أنظمة الضخ الشمسي، اللي كيهدف إلى بطبيعة الحال أننا ما نبقاوش نستنزفوا الثورات المائية اللي في الفرشات المائية اللي عندنا، خصوصا في جهة سويس مسا، وإضافة إلى تطوير تكنولوجيا ضخ الطاقة الشمسية باش تساعد الفلاحة اللي شيئا ما متضررين من ارتفاع تكاليف فاتورة الكهرباء ومسائل ديال الري. النتائج المنتظرة من المعرض الدولي للضخ الشمسي هو أنه يتم إيصال مجموعة من التكنولوجيات الجديدة للفلاحة اللي ما عندهمش معلومات الكافية على هذه أنظمة الضخ الشمسي، يعني هذه فرصة أنهم يجيو لهذا الصالون هذا باش ياخذوا المعلومات اللازمة اللي غتكفيهم باش يعني تخلصوا من هذوك الفاتورات اللي كيجيهم شوية ثمن مرتفع بزاف. هاد الطاقة الشمسية هي في حد ذاتها طاقة يعني نظيفة يعني بالنسبة للبيئة، وطاقة اللي هي يعني اللي هي كتشكل واحد الاقتصاد للفلاح يعني في المصروف ديالو، يعني في غضون واحد العام يعني الفلاح يقدر مثلا يوفر واحد المصروف اللي يقدر مثلا يشارك به ولا يدير به شي حاجه اخرى، يعني من غير الاستهلاك ديال الطاقات، يعني الطاقات اللي ملف كيستعمل بحال الغاز بحال الغازوال. وهاد الحلول يعني حنا كنديروا حلول يعني كتكون خاضعه لواحد الدراسه عليها كنبنيو يعني هاد تجهيز الضخ المائي بالطاقه الشمسيه. بالإضافة إلى التجربة المغربية، عرف المعرض مشاركة دولة تونس من خلال تمثيلها بمؤسسات ذات أهمية كبرى في ميدان الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. التجربة عرضت ليطلع عليها زوار المعرض وخصوصا الفلاحون. المعرض استضاف تونس كضيف يعني شرفي لهذا المعرض، لأول مرة يشارك فيه شركات تونسية، وهذا يشرفنا كتوانسة ويشرفنا كمغاربة وكدول المغرب العربي الكبير، اللي يسمى ترابط بين الدول وبين الشركات، وهذه الغاية اللي نجم نوصل بها للتحديات الكلنا فيما يخص الطاقة، خصوصا واستعمال الطاقة الشمسية. ضخ المياه والطاقة الشمسية هو يعني عمل جيد، خصوصا كون المغرب أو تونس أو حتى الجزائر يعني الطاقة الشمسية موجودة بكثرة، والفلاحة متاعنا سرتو متوسطي الحال أو ضعف الحال يعني استعمالهم للمضخات الطاقة الشمسية يكون أفضل بكثير من استعمال المضخات تستعمل يعني الوقود، وهذا باهي للفلاح وباهي للبيئة في يعني واحدة. وإن شاء الله يعني يتمنوا النجاح للمعرض، يعني يظهر صغير لكن هو كبير باسمه، وان شاء الله يعني النتائج تكون حسنه، وان شاء الله تونس تكون يعني وشركات تونسيه يكونوا يواظبوا المعارض الاخرى سواء هوني او في اماكن اخرى من البلاد المغربيه. برنامج المعرض سيعرف خلال اليومين القادمين ندوات وموائد مستديره وتكوينات يشرف عليها خبراء واساتذه في مجال الطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده. غدا لنا ان شاء الله موعد في محاضره في هذا الاطار، عنوانها الضخ الشمسي مستقبل واكتفاء. فمستقبل ان شاء الله هو متعلق ويعني مستقبل يبشر بخير ووافي الوعود، حيث ان الطاقه الشمسيه هي مخزون من الطاقه لا متناهي، وباطن الارض ما شاء الله يحتوي على كميات هائله من المياه العذبه، فما زال الانسان انه فقط يجتهد وأنه يسخر كل قدراته التكنولوجية والعلمية
كل خبرات المتوفرة في البلد أنه فعلا ينطلق به انطلاقة جديدة مع طموحات هذا المجتمع ومع تشجيع الدولة لهذا المجال الواعد، واللي نسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يوفقنا وإياكم، وإن شاء الله يكون مستقبل زاهر وواعد بإذن الله تعالى. المحاضرة سوف تهتم أساسا وتقوم بمقارنة بين وسائل ضخ المياه بالطرق التقليدية من كهرباء، من ديزل، من يدوية، من وسائل ثانية، وباستخدام الطاقة الشمسية. المقارنة هذه سوف تكون مؤيدة بإحصاءات يعني تجارب قمنا بها في أماكن كثيرة ثانية، ويعني تدعم يعني إيجابيات الضخ الشمسي ومستقبل هذه التكنولوجيا وما ننتظره إن شاء الله من نتائج إيجابية ومن يعني مردود اقتصادي واجتماعي يعم كل الناس إن شاء الله تعالى.